السلام عليكم. اليوم حبيت نتكلم على تجربة رائدة، يعني لأول مرة في الجزائر، وهي تجربة تاع زراعة المونغ، وهي في الحقيقة فاكهة استوائية تم إدخالها إلى الجزائر، وعرفت نتائج يعني باهرة جدا. يعني بعد 3 سنوات من المحاولات، يعني في السنة الثالثة عرفت إنتاج وفير جدا، وخرجت يعني من الزراعة نتاع السير. كانت في الأول يعني جربت داخل فضاءات مغلقة، وبعدين يعني زرعت في مناطق الهواء الطلق، وحققت نتائج رائعة. إذن نخليكم تشوفوا هذه التجربة الرائعة والرائدة يعني واعدة في إنتاج فاكهة المونك، اللي كما نعرف تستعمل كثير في يعني إنتاج العصائر، ويعني مطلوبة كثيرا. نخليكم تتابعوا هذا الفيديو بدون ما نطول عليكم، وفي رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم. اختار فلاحون من ولايتنا الجنوبية إلى تجريب إنتاج بعض الفواكه الاستوائية وخاصة فاكهة المونغ. قناة الغرفة الوطنية للفلاحة في الميدان بولايتي تمنغاست وعين قزام لنقل عينة عن هذه التجربة وآفاق توسيعها. المزرعة هنا في 2012، والمونغ بدينا في 2014. درنا شجر ملقمين وكلش، وخدمنا العام الاول كانت الصدرة ما كان والو، العام الدوزيام، العام التروازيام والكاتريام مدت مليح ولا باس. زعما راهي شجرة مادام كل عام كل ما تكبر راه يزيد الانتاج نتاعها. وهنا في طمراس مطلوب جدا، ما كانش عندنا كاع مشكل نتاع التسويق، واش كنا ندخلو السوق كان يمشي نورمال. اليوم رانا متواجدين هنا بالمحيط الفلاحي الربعين، وين رانا وقفنا على زراعة حديثة اللي بالنسبة لنا هنا في الولاية بالنسبة تقريبا للجزائر، اللي هي زراعة النباتات الاستوائية على غرار شجرة المونغ. المستثمر هذا رانا نشوفه باللي راه يحضر شتلات وحده، يدير شتلات محليا، يدير الكريفاج هنا في المستثمرة يعني بنفسه. كاين شجرات اللي راهي ناتجه، وهنا شجره المونغ راهي عندها بزاف انواع، يعني بليزير فاريتي اللي رانا شفناها وقفنا عليها هنا. هذه يعني نوعيه الانتاج، شفنا باللي الكاليبر، كاين كاليبر، كاين كم في الانتاج، يعني في الشجره الواحده لا باس به. مختلف المراحل تاع النبته كاينه هنا. دائما انا حاصلين فيه مشكل تاع الماء. كي بدينا هنا في الدوم 2013 2012، كانوا الفلاحه واعدين بلي كاين رايحين يديروا سد، رايحين يديروا براج هنا في الواد تاع تيت. بدينا احنا خدمنا ودرنا وافونسينا الحق، درنا كميه كبيره تاع الاشجار الله يبارك، بصح واش هو ما كان والو. الماء منا رانا جايبينه على 5 كيلومتر من الواد، او بعيد علينا انا حاصلين فيه، والبراج اللي وعدونا به الفلاحه باش راهو جاي ورايحين يديروه ما كان والو. حفرنا خدمنا حفرنا حاسي سفرينا، واش عندنا كاع صرفنا فيه. المستثمر هذا اللي وقفنا عليه اليوم، وزدنا وقفنا على مستثمر واحد اخر يعني في الولايه هنا، راه مستخدموا طريقه الري بالتقطير. وين كاين الحاجه اللي لاحظناها انهم عندهم نقص في التسميد وفي العناية يعني بالشجرة من ناحية التسميد وخدمة التربة. هذا من أثر شوية على نوعية الإنتاج، وين لقينا بعض الكارونس بانوا لنا في الأوراق، بعض النقص يعني في المواد الأساسية اللي تحتاجها من النبتة. ديما نسعى أنه يكون عندنا مرافقين اللي يقدروا يعرفوا لنا
الامراض نتاع هذا النوع من النباتات واش تحق يعني بصفه خاصه. كي يجينا كاش مرض نسقسو جماعه هكذاك، ما كاش اللي مختص اللي يعطيك اللي يشخص لك المشكل واشنو، نداو وخلاص هكذاك رايحين. العام اللي فات وهذا العام سفرينا بزاف في الامراض، ما عرفناش المرض اللي عندها. هي بدات الشجره مازال كي تنورها ويطيح الحب نتاعها، حبات قلال اللي ريت من الدم. انا نطلبوا الاعانه نتاع المعاهد المختصه في الامراض هذه، خاطر ما لازم التشخيص، تشخيص على المرض هذا. يعطي يقول لك دير الكبريت، دير دير دير، ما عرفناش. انا نديرو كلش بصح ما كانش نتيجه. لعبنا على ومرافقتنا للسادة بعض الفلاحين والمستثمرين خاصة بالولايتين طمراس وعين قزام، لاحظنا أن زراعة بعض الفواكه الاستوائية الحقيقة ناجحة وتعطي مردود وإنتاج وفير. لذلك كان لنا تدخل مع السادة مدراء المصالح الفلاحية من أجل إنشاء في الأول كما نقولوا بيبينيير، والقيام بعمل تطعيم هذه الأشجار المثمرة التي الحقيقة كما نلاحظ أنها ذات جودة ونوعية مثلها مثل الدول الاستوائية المجاورة. ونعمل حاليا بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية من أجل إحضار بعض التقنيين من المعاهد المتخصصة بالعاصمة كمعهد حماية النباتات ومعهد الأشجار المثمرة والكروم، من أجل مرافقتنا تقنيا ومرافقة الفلاحين في التحكم في المسار التقني لهذه النباتات تعتبر حديثة على الولايات. نهدف بالشراكة مع القطاع مع الشركاء من أجل توسيع زراعة الفواكه الاستوائية بالولايات الجنوبية، لذلك من أجل التقليل من عملية استيراد ودخول هذه الفواكه بالمقايضة، ونعلم أنها في الآونة الأخيرة أنها ممنوعة من الدخول، وذلك لتوفر عن بعض الأمراض المعدية. لذلك نحاول أن ننتج هذا المنتوج محليا والتحكم التقني في إنتاجه، وذلك بالتواصل والاتصال بالمعاهد المتخصصة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية.